اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده الطقس هيكون دافي على مدن القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري والشمال الصعيد، وهيبقى معتدل على السواحل الشماليه الشرقيه والغربيه ووسط سيناء، وهيكون حر على جنوب سيناء. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل اكتر من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني بداية يا دكتور، عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على حالة الطقس النهاردة. هو احنا اليوم لسه مستمرين في درجات الحرارة اللي بتكون حول المعدلات الطبيعية، الأجواء الربيعية نقدر نقول مائلة للحرارة خلال فترة النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري. معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية، هتكون حارة على المحافظات اللي موجودة في جنوب البلاد زي شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده طبعا خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل هتبدأ درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير. يمكن الفرق بين فترة النهار وفترة الليل هيوصل ل 14 درجة مئوية. الأجواء هتكون أجواء باردة خلال فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على المناطق اللي موجودة في شمال البلاد. بالإضافة كمان إن في نشاط للرياح بيبدأ بعد فترة الظهيرة، ويمكن مع فترة الظهيرة هيبدأ نشاط للرياح ويستمر معانا خلال فترة المساء وساعات الليل. نشاط رياح ده بيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خاصة خلال فترة الليل واستمرار الأجواء الربيعية. طب يا دكتور، بداية من بكرة ولحد يوم الاثنين من المفترض أن يكون في ارتفاع في درجات الحرارة، الارتفاعات دي هتكون بنسبة قد إيه؟ احنا متوقع من بداية من غدا بالظبط في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. احنا متوقع غدا العظمى على القاهرة الكبرى تكون 30 درجة مئوية، يعني السبت هيبقى بارتفاع 3 درجات، لكن ذروة الارتفاعات هتكون يوم الأحد اللي هتوصل فيها العظمى على القاهرة الكبرى ل 38 درجة مئوية، يعني احنا هنكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 8 ل 9 درجات. الأجواء هتكون أجواء شديدة الحرارة يوم الأحد المقبل على كافة أنحاء الجمهورية. طبعا كمان درجات الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل هترتفع، يعني احنا فترات الليل الأيام دي بنسجل 15 درجة مئوية و14 درجة مئوية، يوم الأحد المقبل هتسجل 22 درجة مئوية. يعني الأجواء هتبقى أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، معتدلة الحرارة خلال فترات الليل، وده هيستمر معانا كمان ليوم الاثنين. لكن يوم الاثنين طبعا درجات الحرارة تبقى أقل من اللي احنا هنسجلها يوم الأحد، لكن إن شاء الله درجات الحرارة هتشهد انخفاض ملحوظ وملموس من يوم الثلاثاء المقبل. تبدأ درجات الحرارة تاني تعود للمعدلات وتنخفض بحوالي 7 درجات، يعني متوقع يوم الثلاثاء القادم توصل ل 28 درجة مئوية، ونعود تاني للأجواء الربيعية إلى نهاية الأسبوع بإذن الله. بإذن الله، شكرا يا دكتور. مشاهدينا، كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 27 والصغرى بتسجل 15، الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14، مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13، سيوة العظمى 26 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14، دمياط العظمى 25 والصغرى 15، الإسماعيلية العظمى 26 والصغرى 15، السويس العظمى 26 والصغرى كمان بتسجل 15. هنروح لعريش العظمى فيها 20 والصغرى 14، طابق العظمى 27 والصغرى 16، سان كاترين العظمى 24 والصغرى 11، شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 20، الغردقة العظمى 27 والصغرى 19، الفيوم العظمى 30 والصغرى 15، بني سويف العظمى 30 والصغرى 15، المنيا العظمى 32 والصغرى بتسجل 13. هنروح لأسيوط العظمى فيها 31 والصغرى 14، سوهاج العظمى 33 والصغرى 18، قنا العظمى 34 والصغرى 19، الأقصر العظمى 35 والصغرى 19، أسوان العظمى 36 والصغرى 18، الوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 18، شلاتين العظمى 28 والصغرى 18، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى بتسجل 17.